سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدني أن أرحب بكم في فعاليات الدورة الثامنة للمعرض العالمي للتنمية بدول الجنوب جنوب 2016، والذي تستضيفه دولة الإمارات ممثلة بمؤسسة زايد الدولية للبيئة تحت شعار التعاون فيما بين بلدان الجنوب، الابتكار وخارطة الطريق لتحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030. وشرفني أن أتقدم بأسم آيات الامتنان والعرفان إلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، على تفضله بدعم استضافة هذا الحدث وشموله برعايته الكريمة. حضور الكريم، منذ انطلاقه قبل 4 عقود تقريبا تحت مظلة الأمم المتحدة، شهد التعاون فيما بين بلدان الجنوب تطورات مهمة على أكثر من صعيد، وقد وفر هذا التعاون فرصا حقيقية للبلدان النامية في مساعيها الفردية والجماعية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي المضطرد والتنمية المستدامة. ولا شك في أن الاهتمام الذي توليه دول الجنوب لتطوير التعليم والتركيز على أدوات البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا وبناء القدرات مستندة في ذلك إلى أرض حضاري وموارد متنوعة وغنية، وقد حول العديد من تلك الدول إلى قوى سياسية واقتصادية كبرى وفاعلة في محيطها الإقليمي وفي المحيط العالمي، بل تحولت بعض الدول الجنوب إلى نماذج تنموية. وقد ساعدها ذلك في تعزيز قدرتها على بلورة حلول وممارسات مبتكرة للتحديات التنموية المتزايدة التي تواجهها، بما في ذلك تحديات التغيير المناخي والتنمية المستدامة، وعلى تضييق الفجوة المعرفية والتقنية بين دول الشمال والجنوب وتعزيز فرص التعاون بينهما. الحضور الكريم، يمثل التعاون الدولي مبدأ أساسيا في سياستنا الخارجية، والذي أرساه القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، ورسخته قيادتنا الرشيدة برئاسة سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. وبالإضافة إلى علاقاتها الثنائية، عملت دولة الإمارات على بناء علاقات تعاون وشراكة مع مختلف المنظمات والتكتلات الإقليمية والدولية. وانطلاقاً من التزامنا الراسخ بالمشاركة الفعالة في الجهود الدولية المبذولة لإيجاد حلول مستدامة للقضايا ذات الأولوية على الصعيد العالمي، خاصة ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة، عززت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية دورها في التعاون الدولي خاصة مع دول الجنوب، وذلك عن طريق إطلاق سلسلة من المبادرات العالمية تركزت على مجموعة من القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والمياه والطاقة وبناء القدرات. وأشير على سبيل المثال إلى المبادرات العالمية التي أطلقها في السنوات الماضية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في مجالات مكافحة الفقر والمرض ونشر المعرفة وتمكين المجتمع والابتكار، والتي تشرف عليها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية، وكذلك مبادرة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمكافحة الأمراض المعدية واستئصال شلل الأطفال في العديد من الدول النامية. كما أشير في هذا السياق إلى جهودنا في إقامة مشاريع الطاقة المتجددة في العديد من الدول النامية وإنشاء صندوق للشراكة مع دول المحيط الهادي ومع دول الكاريبي، علاوة على المنح والمساعدات التنموية التي تواصل دولة الإمارات تقديمها للدول النامية. وبالإضافة إلى ذلك، المشاركات الدولية في الفعاليات والمؤتمرات المتعلقة بالشؤون البيئية وتغير المناخ، واستضافة وتنظيم مثل تلك الفعاليات والنشاطات في الدولة، واستضافة الدولة لمنظمات عالمية تنموية مثل وكالة الدولية للطاقة المتجددة أيرينا والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي أعلن عن إنشائها مؤخرا. ومن المهم التأكيد في هذا السياق على أن مساهمة دولة الإمارات في تعزيز التعاون بين دول الجنوب أو بين الشمال والجنوب أو غيرها من التكتلات الدولية إنما تعبر بصورة أساسية عن التزامنا الأصيل والراسخ بالمشاركة في الجهود الدولية لإيجاد حلول مستدامة للمشاكل الدولية وتطبيقها، وهو ما أبرزته بوضوح رؤية الإمارات 2021، والتأكيد على إيماننا بأن التعاون والتضامن الدولي لم يعد ضرورة ملحة فقط، بل هو السبيل الوحيد لبناء مستقبل آمن وسعيد ومستدام للبشرية. الحضور الكريم، إن استضافة دولة الإمارات لهذا المعرض والمنتدى العالمي سيتيح فرصة كبيرة لتبادل المبادرات والتجارب الإنمائية الناجحة بين الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ويطرح حلولا تنموية تعكس تجارب ناجحة في عدد من الدول تغطي مجالات الشباب والمرأة والطاقة وتنويع مصادر الماء والغذاء.
ومن المؤكد أن فرص تبادل المعروفات والخبرات والتجارب التي سيوفرها المعرض ستشكل مساهمة مهمة لاستكشاف سبل جديدة للتعاون وبناء شراكات أكثر قوة تعزز قدراتنا على مواجهة التحديات التنموية الحالية والمستقبلية. وكما لعبت دول الجنوب دورا هاما في تحقيق الأهداف التنموية الألفية، فنحن على ثقة من أنها قادرة بما تملكه من قوة بشرية هائلة وكفاءات عالمية وقدرات تقنية وموارد غنية ومتنوعة وخبرات وممارسات وتجارب على المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. مرة أخرى أكرر ترحيبي بكم جميعا في دبي، متمنيا لكم طيب الإقامة والتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.